في هائلة إن شاء الله نجربها. بيدك موز بفهم؟ نعم موز عندك ثلاثة الحمد ثلاثة الحمد أربعة ديال أصفر بيض أربعة أصفر بيض جوج أبيض بيض جوج ديال أبيض بيض 170 غرام سنيدة 170 غرام ديال سنيدة جوج معالق كبار ديال النشا جوج معالق كبار نشا جوج معالق كبار لاكريم فريش جوج معالق كبار ديال لاكريم فريش 30 سنتيلتر ديال الماء وقلنا 30 سنتيلتر نطلبوا أصفر البيض مع السكر حتى يبيض لينا نضيفوا له النشا ونخلطوا مزيان نصروا الحامض ونعملوا في كاسرونه مع الماء حتى يغلى ونكبوه على الخليط ديال البيض وحنا كنطربوا بالزربه باش من بعد ما نرجعوا الخليط كامل به الكاسرونه نحطوا على نار ونبقاو نخلطوا حتى يبدا الخليط يحقق لينا ويولي في شكل تقريبا بحال كريم باتيسيه اييه نعم نحطوه في ايدي فيغين ولا على حسب اللي بغات تقول سيده اييه بطبيعه الحال.